كما أن الحالة الوبائية سجلت مع الأسف 3 وفيات خلال هذه 24 ساعة، فوصل مجموع حالات الوفاة منذ بداية هذا الوباء إلى 130 حالة وفاة، فيما سجل والحمد لله 20 حالة شفاء تام إضافية خلال هذه 24 ساعة، فيصل بذلك مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء منذ بداية هذا الوباء 249 حالة.